البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى تلميذه تيموثاوس، بركته علينا أمين. فاطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار، لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. الشهادة في أوقاتها الخاصة التي جعلت أنا لها كارزا ورسولا، الحق أقول في المسيح ولا أكذب، معلما للأمم في الإيمان والحق. فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة بدون غضب ولا جدال، وكذلك أن النساء يزينن ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل، لا بضفائر أو ذهب أو لآلئ أو ملابس كثيرة الثمن، بل كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى الله بأعمال صالحة، لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع. ولكن لست أأذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل، بل تكون في سكوت، لأن آدم جبل أولا ثم حواء، وآدم لم يغوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي، ولكنها ستخلص بولادة الأولاد إن ثبتن في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل. صادقة هي الكلمة. إن ابتغى أحد الأسقفية فيشتهي عملا صالحا، فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم، بعل امرأة واحدة صاحيا عاقلا محتشما مضيفا للغرباء صالحا للتعليم، غير مدمن الخمر ولا ضراب ولا طامع بالربح القبيح، بل حليما غير مخاصم ولا محب للمال، يدبر بيته حسنا، له أولاد في الخضوع بكل وقار. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين. الكاس لكم. فصل من رسالة معلمنا يهوذا الرسول، بركته علينا أمين. هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم، نفسانيون لا روح لهم. وأما أنتم يا أحبائي فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس، مصلين في الروح القدس، ولنحفظ أنفسنا في محبة الله، منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية. وبكتوا البعض عندما يكونوا مدانين، وخلصوا البعض واختطفوهم من النار، وارحموا البعض بالتقوى، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد، والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويقيمكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الله وحده مخلصنا بيسوع المسيح ربنا، له المجد والعظمة والعز والسلطان قبل كل الدهور والآن وإلى كل الدهور، آمين. لا تحب العالم
ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يصنع مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة، فلتكن معنا. أمين. فجرينا تحت جزيرة يقال لها كلاودي، وبالجهد قدرنا أن نملك القارب، ولما رفعوه طفقوا يستعملون معونات حازمين السفينة، وإذ كانوا خائفين أن يقعوا في السيرتس أنزلوا الكلوع، وهكذا كانوا يحملون. وإذ كنا في نوء عنيف جعلوا يفرغون في الغد، وفي اليوم الثالث رمينا بأيدينا أساس السفينة، وإذ لم تكن الشمس ولا النجوم تظهر أياما كثيرة، واشتد علينا نوء ليس بقليل، انتزع أخيرا كل رجاء في نجاتنا. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهاردة يا حبايبي 7 برمودة، أحسن الرب استقباله ويعيده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. زي النهاردة تنيح الصديق يواقيم والد القديسة العذراء مريم، اتولد في مدينة الناصرة، وهو من نسل داود من سبط يهوذا، وكانت زوجته حنة عاقر يعني مش بتخلف، وطلبوا كتير من ربنا يعطيهم نسل، فأعطاهم العذراء مريم وقدموها للهيكل علشان تخدم فيه، وكان عندها 3 سنين وتنيح بسلام وعنده 80 سنة. بركة صلواته تكون معانا. أمين. وكمان زي النهاردة تنيح القديس الأنبا ميكروفيوس، لما كان الأنبا ساويروس البطريرك الأنطاكي يجول في الصعيد وصل إلى مدينة قاو، وهي تابعة لمركز البداري محافظة أسيوط. كان بيخدمه ميكروفيوس ابن حاكم المدينة، فأخذوا معاه في رحلته لدير القديس مويسيس قرب قرية العرابة المدفونة، وهي تابعة لمركز البليانة محافظة سوهاج. فأحب حياة الرهبنة وقال للأنبا مويسيس: ممكن تقبلني راهب في الدير؟ قال له: حياة الرهبنة صعبة وكلها جهاد، وكمان ترك كل شيء، تقدر تسيب وظيفتك وأموالك وممتلكاتك؟ قال له: أقدر. وفعلا راح على بلد وقاو وعين أخوه مكانه ورجع للدير وأصبح راهب. وكمان إخواته بولس وإلياس ويوسف لما عرفوا إنه بقى راهب هم كمان حبوا الرهبنة وأصبحوا رهبان على يد الأنبا مويسيس. القديس ميكروفيوس بنى أديرة كتير، وكان المرشد الروحي لألف راهب وألف راهبة، وبنى كنائس كتير وأماكن للفقراء والمحتاجين، وكمان ربنا عمل معجزات شفاء كتير على أيديه.
ولما انتشرت فضائله الروحية طلبوا البابا ثيودوسيوس البطريرك 33 في الإسكندرية ورسموا قص ورجع لديره، ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام وكفنه أخوه الأنبا يوساب اللي أصبح بعده مدبر روحي للأديرة، وبعد نياحته ب 733 سنة وفي يوم 7 طوبة تم اكتشاف جسده في أيام الأنبا يوساب أسقف أخميم، وخرجوه من المقبرة في الجبل ودفنوه في كنيسة الدير بإكرام جزيل بالألحان والتسابيح. ويوجد حاليا دير باسم الأنبا مقروفة بحاجر الجبل غرب صدفة بمحافظة أسيوط، وهو تابع لإبرشية أبو تيج وصدفة والغنايم. بركة صلواته تكون معانا أمين. وزي النهاردة كمان استشهد القديسين أغابيوس وثيودورا، بركة صلواتهما فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا أمين. لكي أحدث بكل تسابيحك في أبواب ابنة صهيون مبتهجان بخلاصك. مبارك هو الآتي باسم الرب، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فله حياة أبدية. أنا هو خبز الحياة، آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا. هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين، كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ فقال لهم يسوع، الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. ومن يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيا بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء
ليس كما أكل آباؤكم المن وماتوا، من يأكل هذا الخبز فإنه يحيا إلى الأبد. قال هذا في المجمع وهو يعلم في كفر ناحوم، فقال كثيرون من تلاميذه إذ سمعوا إن هذا الكلام صعب من يقدر أن يسمعه. فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا، فقال لهم: أهذا يعثركم؟ فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا، الروح هو الذي يحيي، أما الجسد فلا يفيد شيئا. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، ولكن منكم قوم لا يؤمنون. لأن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه، فقال: لهذا قلت لكم إنه لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يعطى من أبي. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. فقال يسوع للإثنى عشر: ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ فأجابه سمعان بطرس: يا رب، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. أجابهم يسوع: أليس أني أنا اخترتكم الاثنى عشر، وواحد منكم شيطان؟ قال عن يهوذا سمعان الإسخريوطي، لأن هذا كان مزمعا أن يسلمه، وهو واحد من الاثنى عشر. والمجد لله دائما.